احاول الله اكسب الوقت وابلش تكسير بالحيط. القصة ما راح تكون سهلة، راح تاخذ شوية وقت، بس اتوقع انه راح تطلع نتيجة حلوة. سلام 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 عليكم، معكم موسى الحلو. حبيت اني اسوي انا التجربة شخصيا. الفكرة حاليا اني عم اسوي استوديو للمحتوى الجديد، والاستوديو هذا راح يكون بالمستودع تحت الارض، فراح اعرض شلون الغرفة حاليا وشلون راح تصير بعد التجديد. هاي هون مدخل المستودع، وهي غرفة المستودع. بدها شوية وقت. هذا راح يكون الاستوديو. امبارح جبت هذا الباب عشان اركبه، مواسير وقصص وفي مليون شغله. هاي اللمبه الوحيده الموجوده، طبعا كهرباء ما في، لازم نمدد كهرباء من برا. وهون في عنا هاي الفكره حاليا بدنا نغطي هذا المكان، لانه كمان معبى شرطان كهرباء ومواسير. الحيطان اكله هوا، هذا شغل الحبيب هون متفنن. هذا كله بده، مع انه منظره حلو، بس هذا لازم اسكره كله بالاسمنت. هون الحيط مبخوش، نازله قذيفه، هذا كله تسكير اسمنت لازم يكون. وهون راح اجيب شباك احطه. جبت ديوانه، بده شغل ربنا. كان فيهم كثير كركبه بس ضبينا الأغلبية. هلأ صرنا بنص الشغل، راح نكمل ضبضبة، نفضي هاي المساحة بالنص ونشوف شو راح تطلع النتيجة. وبعدها راح نمدد كهرباء، وبعد الكهرباء راح نركب الباب، بعد الباب لازم نبلش هون. حاليا ضبينا شوي، بلشت تبين الغرفة أكبر. واسعة يعني منيحة، ملا حجر قديم هون. اي احتمال خليها كمان حط فيها الاغراض. عمل حيطان ملعون سلافة. سلام. الابديت الجديد وين صرت بالشغل؟ ما سوينا كتير بس يعني انجزنا شوي. النقطة الاهم كانت الكهرباء، صار عندي هلا فيشتين كهرباء، راح احسن هذا المنظر بعدين. النقطة الثانية اللي هي تسكيرة هذا الحيط، لسه ما سكرته، بس محتار اسكره بعازل. اوه صار ايه، محتار اسكر هذا الحيط بالعزل تبع الصوت. جبت هذا عزل الصوت لانه هون في اصوات بالمستودع، او ممكن اسكره بباطون وادهن فوقه. بس هون الفكره انه انا حابب هذا الحجر، عشان هيك بدي اخلي حيط فيه هذا الحجر، بس مو هذا هون، لانه حاطين جبصين وحاطين هون تشمنت وكربينو، يعني راح ياكل كثير شغل، مشان هيك راح اسكره هون. هذا الحيط كسرت هذا الجزء منه، وراح اكمل اكسر هذا كلياته، اطلع الحجر اللي موجود من جوا وانظفه، بصير منظره كثير حلو. وهي اكيد بدها تسكير. ايوه جهزت حالي انا بالمهده، وهدول راح يكونوا السقف المستعار، هيك لون غامق حلو. والباب اكيد هون راح يتركب هوني. عشان هيك القصه ما راح تكون سهله، راح تاخذ شويه وقت، بس اتوقع انه راح تطلع نتيجه حلوه. راح احاول اني اسوي نتيجه مرتبه اخر شيء. الاساطر هي عم بفكر اسوي لها لون هيك محروق، في جربت هذا اللون انه يصير لون نحاسي، ممكن اسويه او ممكن اسوي ابيض. طبعا كله بده تنظيف وبده شغل. هدول حتى راح اسكر فيهم هاي الزاويه هون، وراح ادهنهم او احط لهم ورق جدران. هاي المستودع ممكن اصور فيه حلقات الرعب، تطلع شيء توب. حط كرسي هون، صور حلقة رعب، او هنيك لسه احلى. حط هون الكرسي، نصور قصص الرعب. هحاول الله اكسب الوقت وابلش تكسير بالحيط، يعني اذا خلصت الحيط اليوم بيكون ممتاز، لانه تكسيره صعب. ما بدي اخرب الحجر اللي موجود ورا، بدي احاول انظفه، مشان هيك لازم نبلش شغل. نقول يا رب. يلا شغل موسيقى مشان تطلع احلى. اوكي صار وقت الابديت، ولازم هلا افرجيكم ايش سويت بعد الشغل والتعب كله. شوف شو صاير، طالع مثل الجوكر. بس شخصية مش الله
ايش سويت حاليا؟ الحيط اللي بلشت فيه كسرته كله، هذا خلصته، في هاي الفتحة بالسقف كمان تقريبا تسكرت بس لسه بدها. هي طبعا اكثر شيء تعذبت فيه لانه انا ما بعرف بهيك شيء، ما بعرف اشتغل بالاسمنت، وضل عنا هاي الفتحة، هي لازم كمان تسكرها، مع انه للاسف هالحجر هذا يروح هيك عفس، بس لازم نسكرها احسن من قبلها. ايه رح تطلع هاي بالاخير شيء توب، وهي الفتحة بلشت تروح. صراحة اكلت شغل كثير اكثر ما بتوقع، الارض صاير كلها يا الهي ما هذا، احلى شيء منظري انا بس اشتغل. شوف شوف المعلمية كيف تصب سقف بيتك، نحضر وينك يلعنك، نحضر المسطرين والقليل من الاسمنت. لدينا هنا الاسمنت الجميل والرائع، ونقوم بالمسطرين بتغطية الحيطان. الله وكيل، كل الاسمنت اللي بضربه لفوق، النص على وجهي والنص بيلزق بالحيط، وليش ما بيلزق بالحيط كله والله ما بعرف. المهم هي كانت لمحة عن شغلي الرائع، راح اخلص الاسمنت الموجود عندي والباقي راح اكفيه بكره او بعد بكره لانه انا تعبان. انا تعبان. 3 days later. سلام سلام، من اخر مره سويت شويه تعديلات على المستودع وبلش يصير منظره احسن، عشان هيك راح اصور حاليا ايش التغييرات اللي صارت. صار لي تقريبا 3 ايام ماني مسوي ولا شيء هون، راح احاول اليوم اسوي الباب او اسوي اي شيء جانبي على حسب. والطرقعة والكركبة كل ما لعبت زود، لكن في تحسن. اول شيء صار اللي هو هذا الحيط، صار شكله نوعا ما مقبول، يعني قريب للشكل اللي بدي اياه، بس لسه بده شوية تنظيف. والفتحة اللي بالسقف هاي تسكرت، وهي اللي فتحة اللي على الجنب صار الحيطان بده تنظيف، وبعده ممكن نركب عليها الكونتر بلاك. بس اول شيء راح احاول اخلص الباب عشان نكون خلصنا جزء كبير من الموضوع. واخيرا ركبت الباب. قال تمام، بده بس يمكن اخلي هدول اصلا هيك كموديل. افتح افتح طلع والدي. هاي شكل الباب من برا. راح انزل بكره وانظف الحجر وبلش ادهن هذا الجزء كله بعد التنظيف، وجه دهان لحتى يظهر معنا المبدأ الشكل المبدئي. لا احلى شيء انه انا جايب تبعوت الصوت من هلا، متحمس كثير عليهم هي، مشان القصص هون يطلع صوت توب برنجي. ماتش 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 ليتر. المرحله الاهم خلصت تقريبا. الله جبت الخشب هون حطيته بس حطاه الله حاليا، وقصيت محل الكهرباء مشان الفياش، وهون مشان هاي كمان قصيته ويدوي كله. ها ضل تسبيتهم بالحيط، كون خلصنا الحيط هذا نبلش بدهان. والحين يا ليديز اند جنتلمن راح جبت رنديلات لانه ما ضل عندي، شعري صاير مزبله، لا في اسمنت كل الانواع، الطوب والطين. واو الظاهر عندي مشكله اللي هي الحرف اللي من فوق لازم اكسره. اوكي على ما اعتقد صار مقبول، مو احسن شيء يعني بس مقبول. فعليا كبداية مو سيء، بس عندي مشكلة يلي هي هون ورا الحيط فاضي، وانا ما بدي يبين ميول، يعني قد من كان لازم يبين انه سيوي، يعني مثل حيط مستعار. لذلك بدي افكر بحل اني اخلي هذا الحيط يكون سيوي. لقيت الحل، راح اجيب قطعة خشب واحطها تحت الحيط المستعار مشان تصير هي السماكة بينه وبين الحيط، فبصير عندنا شيء سيوي. فكرة كويسة، منجربها. هاي هي الخشب اللي راح اسويها تسميكة عشان نحطها تحت السقف المستعار. خلاص الله اكبر، ان عن اخت الحاله معاكم بدنا نسجل. المهم راح اثبتها وفرجيكم النتيجه بعد شوي. مش حال التسميكه، مش حال التسميكه، ضل عندي اخر قطعه احاول اخلص على السريع اليوم، لانه اذا تاخر الوقت راح يطلبوا لي الشرطه. هون ممنوع تشتغل بوقت متاخر بالليل، ولا جيرانك بيطلبوا لك الشرطه لانك عم تزعجهم. لهيك بنحاول ننهي المهمه باسرع وقت ممكن. والتاني خلص، راح اكمل الشغل الاخير وبكره بنوصل على مرحله الدهان. سلام لليوم. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying.